بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هنتكلم مع بعض في حاجات كتيره جدا جدا مهمه عن موضوع الذهب. طبعا الذهب والدولار هما اللي شاغلين الناس كلها دلوقتي. تعالوا مع بعض نشوف ايه توقعات اسعار الذهب في الايام القادمه، وخصوصا انه احنا عندنا الاسبوع الحالي اسبوع يعني الى حد ما مزدحم جدا بالبيانات الاقتصاديه. وطبعا كلنا عارفين انه الذهب حاليا بقى بيتاثر بس بالبيانات الاقتصادية والتصريحات بتاعة الفيدرالي الأمريكي. كمان عندي لحضراتكم نصيحة مهمة جدا جدا بالنسبة لكل اللي معاه ذهب، إزاي يقدر يحافظ على الذهب بتاعه. الحاجة اللي بعد كده، ليه الذهب بيجي عند نقطة 2800 وما بيستقرش عندها وبيرجع ينزل عنها تاني وبيقعد فترة شوية لحد ما بيطلع عنها تاني؟ وبعد كده هقول لحضراتكم كمان على أسعار الذهب. تعالوا مع بعض نتكلم في كل الكلام ده، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في البداية تعالوا نشوف مع بعض ايه هي اسعار الذهب النهاردة في التعاملات الصباحية. عيار 24 مسجل 3183، عيار 21 2765، عيار 18 2387، والجنيه الذهب للأسف رجع تاني 22280 جنيه. الاول حابه اقول لحضرتك على نصيحه ممكن حضرتك تكون مش عارفها. زمان كنا لما نيجي نشتري الذهب بنشيله في بيوتنا، دلوقتي الموضوع مختلف تماما. يعني سي مثلا ممكن اكون شاري 10 20 سبيكه، ممكن يكون الحجم بتاعهم قليل ولكن بيتعدوا المليون ومليون ونص او مليون وخمسمائة الف جنيه. طيب انا محتاج لمكان امن اشيل فيه ذهبي، ما بقاش ينفع دلوقتي انه انا اشيله في البيت، وممكن اكون عايش مثلا في مدينة من المدن الجديدة او في مكان يعني ما فيهوش سكان كتير، فالموضوع ممكن يكون خطير شوية. اعمل ايه دلوقتي؟ حابة اقول لحضراتكم ان البنوك المصرية بدأت تعمل يعني زي خاصية جديدة او زي اوبشن جديد موجود دلوقتي في البنوك المصرية. اي بنك دلوقتي يقدر يتيح لحضرتك خزنة تحطي فيها فلوسك، ولكن يعني زمان ما كانتش الحكاية كده، ولكن دلوقتي بقى المبالغ مبالغ زهيدة جدا وقليلة جدا. ازاي؟ بمعنى انه انا لو حبيت انه اجر خزنة صغيرة دلوقتي في اي بنك بخمسين جنيه، يعني تدفع ليها حضرتك خمسين جنيه في الشهر. الحاجة التانية لو حبيت يعني يتأجر خزنة اكبر من كده شوية، ودي بتكون مثلا لأوراق او حاجات تانية كتيرة او حاجات اكتر شوية حضرتك، او كمية ذهب او كمية دولارات او اي شيء اكتر شوية، حضرتك بتستغل الاوبشن ده كمان وتقدر تدفع بس 100 جنيه اكبر حاجة خالص في الخزن هي 200 جنيه. هتقول لي لو انا معايا ذهب اشيله في البنك؟ اقول لحضرتك امن مكان ممكن تشيل فيه ذهبك فلوسك دولاراتك اي شيء في البنك. ما تسمعوش للكلام اللي بيقول والبنوك هتفلس وياخدوا حاجة الناس، كل ده كلام فارغ ما تسمعولوش اصلا. طيب لو انا معايا حاجة بسيطة اكيد طبعا مش هروح اشيلها في البنك، لكن في حاجات ساعات بتكون متعدية المليون واتنين مليون وملايين كتيرة جدا، دي ساعتها المفروض حضرتك تحطها في البنك. طيب النقطة اللي بعد كده او النقطة التالتة، ليه الذهب بيجي عند 2800 وينزل تاني؟ حصلت 3 مرات قبل كده، بالرغم انه انا عندي امبارح والنهاردة لا الدولار انخفض ولا في بيانات اقتصادية تضر في الذهب. بالذهب ليه الذهب نزل عن 2800 تاني؟ بمنتهى البساطة يا جماعة، تسمعوا طبعا حضراتكم كلكم عن حاجة اسمها المضاربين. المضاربين ده كل شوية بيضرب ضربة ويخرج بره السوق، بمعنى ان هو ممكن يدخل بفلوسه عند الذهب وهو 2100 2150، بعد كده بمجرد ما الذهب يوصل 2800 زي اللي بيضارب في البورصة بالظبط، يضرب ضربته ويطلع بره. وطبعا تاجر الساغة بمجرد ما بيشوف قوة بيعية كبيرة بيبدأ يخفض تاني أسعار الذهب. طيب امتى ممكن اشوف الاسعار بترتفع تاني؟ بمنتهى البساطة ده قريب جدا جدا جدا. ليه؟ لانه انا عندي متأكد وعارف انه الفيدرالي الامريكي خلاص من قياس اداة الفائدة بيقول انه حضرتك الاجتماع القادم يوم 13/12 لازم هيثبت اسعار الفايدة. كمان في توقعات كتيرة جدا بانه يرفع اسعار الفايدة، انه يخفض اسعار الفايدة في بدايات 2023. طبعا ما ننساش كلام بيتر شيف اللي اتكلم قبل كده، وده كان محلل اقتصادي كبير جدا وبزنس مان كل حياته وتجارته في الذهب، وده اللي تنبأ بوجود أزمة في 2008، الوحيد في العالم كله اللي تنبأ بوجود الأزمة دي بيتنبأ بنفس الشيء دلوقتي. والحاجة الوحيدة اللي اتكلم عن مستقبلها بعد الأزمة هي الذهب، اتكلم عن انه الذهب هيوصل ل 3000 دولار للأوقية العام القادم. وطبعا ما يخفاش عن أي حد
المشكلة الاقتصادية اللي بتعيشها أمريكا، كلنا عارفين وكل الناس بدأت تسمع، وكمان وكالات التصنيف الائتماني لأول مرة بتصنف اقتصاد أمريكا على إنه منخفض، ودي ما حصلتش قبل كده يمكن من 30 40 سنة. ده طبعا هيضطروا إنه في الأيام اللي جاية يتخلى شوية عن المستهدف بتاعه اللي هو الـ 2% اللي حارب كل الدنيا بيه وخرب كل اقتصادات العالم بيه، وقعد يرفع عليه أسعار الفايدة حوالي 12 مرة متتالية. الذهب في الأيام القادمة ممكن يأثر فيه حاجة من اتنين، أول حاجة الوباء اللي بقى منتشر دلوقتي في الصين، واللي الحقيقة انتشاره بقى زيادة شوية، وبدأنا نسمع كلام عن خطورته من منظمة الصحة العالمية وتوجيهات تاني بالإغلاق. ده رقم واحد. رقم اتنين البيانات الاقتصادية. النهاردة عندنا بيانات اقتصادية مهمة جدا، مش النهاردة بس، على مدار الأسبوع الحالي ولحد يوم الجمعة هيكون عندنا تأثيرات على الذهب بارتفاع أو انخفاض. النهارده هيكون عندنا في بيان مهم جدا، وهو مبيعات المنازل الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة، ويوم الثلاثاء أو بكرة إن شاء الله هيكون عندنا أهم مؤشر في الأسبوع كله، وهو مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الساعة 3:30 عصرا. يوم الأربع هيكون عندنا بيان مؤشر الناتج المحلي، وده هيكون الساعة 3:30 عصرا. يوم الخميس هيكون عندنا أسعار نفقات الاستهلاك، وكمان معدل الشكاوى من البطالة. البيانات دي كلها هتأثر عنده يوم الجمعة إن شاء الله، ونبدأ نشوف كلمة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي اللي متوقع نشوفه بيتكلم عن إنه هيخضع للبيانات ولا هيثبت ولا هيرفع. طريقة الباب الموارب طول عمره بيحب يمشي بيها، لما بيلاقي إن البيانات بيكون في منها بعض البيانات ضد الدولار بيبدأ يسيب الباب موارب، وده اللي بيحصل كل مرة. متوقع إنه في بيانين من البيانات دي ييجوا مع الذهب وضد الدولار، علشان كده التوقع الأكبر بيقول إنه لا، هيتكلم عن إنه هيخضع للبيانات، ولكن بصفة عامة كل الناس بتتكلم عن إنه هيثبت أسعار الفايدة الاجتماع القادم، ولأول مرة بنشوف مؤسسات بحثية بتجزم إنه لازم يثبت أسعار الفايدة الاجتماع القادم. متوقع يرفع بعد كده؟ الحقيقة لا، متوقع يتخلى عن مستهدفه بتاع 2% لأنه وصل لمستهدف حلو جدا، وبدأ يحصد يعني نتائج إلى حد ما كويسة جدا من 11 مرة اللي رفع فيها أسعار الفايدة. بالنسبة لعندنا هنا بقى احنا محليا الموضوع مختلف تماما. اللي بيأثر على الذهب ثلاث حاجات زي ما اتكلمنا قبل كده: سعر الدولار وهو واصل دلوقتي لحد 51 جنيه، العرض والطلب. الحقيقة احنا عارفين احنا ولا في موسم أعياد ولا أجازات ولا أفراح ولا مناسبات ولا أي شيء، فما يعتبرش فيه عرض وطلب. اللي بيشتري عارف ان السعر الحالي مش سعر للشراء، واللي بيبيع ده بيبيع قوة بيعية مؤقتة بتكون علشان خاطر المضاربين. الحاجة التالتة هنا وهو السعر العالمي. الحقيقة السعر العالمي مرتفع. طيب متوقع ايه من الذهب محليا؟ بمنتهى البساطة متوقع البالونة تفرقع. ايه هي البالونة؟ البالونة هو السبب في ارتفاع الاسعار، وهو الدولار ابو 51 جنيه. الحقيقة السعر ده مش طبيعي ومش منطقي، ومش من المنطقي ابدا ان هي تكمل كده، يعني لازم هتشوف تحركات من البنك المركزي. وامبارح بدأنا نشوف تحركات من الحكومة لتغيير قيادات كبيرة جدا داخل البنك المركزي، وطبعا سبب ده ان الدولار وصل 51 جنيه في ظل وجود او رئاسة حسن عبد الله. في الايام اللي جاية الرئاسات دي او الناس اللي اتغيرت دي لازم هتشوف حركات او تحركات علشان خاطر ينزل السوق الموازي، ساعتها هتشوف بالونة الذهب والدولار الاتنين بتفرقع. اعمل ايه دلوقتي؟ ما تشتريش ابدا ذهب حاليا الا لما البالونة تفرقع. بعديها هتاخد جزء من فلوسك وتروح بيه عادي للصاغة، تشتري على اجزاء القاعدة الذهبية، انه حضرتك تشتري على اجزاء مش بالكل، يعني بنشتري الجزء ما بنشتريش للكل. عند كل نقطة انخفاض ابيع ذهبي ولا ما بيعش، برغم انه حضرتك بقول لك البالونة هتفرقع والسعر هينخفض شوية، لكن حط تحكي حكاية الوباء بتاعة الصين كتير جدا جدا جدا، لانه الحقيقة متوقع بكل اسف انتشار الوباء من جديد، وانه يتم اغلاقات في بعض الحكومات، وساعتها هتشوف الذهب مش 2000 دولار للاوقيه، 3000 دولار للاوقيه. وكمان ما تنساش توقعات كل مؤسسات العالم وكل المحللين الاقتصاديين بتخفيض اسعار الفايده. لما يتم تخفيض اسعار الفايده هتشوف للذهب مستويات غير مسبوقه. لو حضرتك مش محتاج لفلوسك بحاله ملحه وضروريه جدا جدا جدا، اوعى تبيع جرام واحد من ذهبك. اما الشراء دلوقتي الموضوع يرجع لحضرتك،
السعر الحالي ولا عادل ولا أسعار محترمة. البالونة هتفرقع، انتظرها. أتمنى يكون الفيديو كده كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة. بنتظر من حضراتكم، يا ريت لو استفدتوا بمعلومة واحدة ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد، في أمان الله.